السيد الصدر يدعو النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية. اجتماع مرتقب للنواب المستقلين حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. الطريق مسدود، ما علاقة رسالة الصدر للنواب المستقلين بالمفاوضات مع الثلث المعطل؟ الفتح يعلق على تغريدة الصدر. الإطار التنسيقي، رسالة الصدر تدل على عدم امتلاكه الأغلبية البرلمانية. حذر من الفراغ الدستوري، حزب بارزاني يعلق على رسالة الصدر ويصفها بالوطنية. تفاصيل اجتماع قادة الإطار التنسيقي في منزل الحكيم. المالية تباشر تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي. الكشف عن اتفاق بين الصدر والنواب المستقلين ومفاجأة تخص عدد أعضاء التحالف الثلاثي. نائب عن الإطار التنسيقي يبشر بانفراجة قريبة. حياكم الله متابعينا الكرام وإليكم التفاصيل. السيد الصدر يدعو النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية. شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، فيما دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية. وإليكم نص التغريدة. اجتماع مرتقب للنواب المستقلين حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. كشف النائب المستقل حسين عربة عن اجتماع مرتقب للنواب المستقلين حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها السبت المقبل. وقال عربة ان النواب المستقلين سيعقدون اجتماعا يدرسون فيه دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للنواب المستقلين للحضور الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مثمنا دعوة السيد الصدر بشأن جلسة السبت. وأشار إلى أن النواب المستقلين سيحددون موقفهم من جلسة السبت المقبل في الاجتماع المرتقب، فيما أشار النائب المستقل عدنان الجابري إلى أن النواب المستقلين وضعوا شرطا مسبقا يقضي بمنحهم الحق في المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف، وبخلافه لن يكونوا طرفا في تسميته. الطريق مسدود، ما علاقة رسالة الصدر للنواب المستقلين بالمفاوضات مع الثلث المعطل؟ أكد الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي إن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى النواب المستقلين بأن لا يكونوا مع الثلث المعطل لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية تدل على أمر مهم. وقال التميمي أن رسالة الصدر إلى النواب المستقلين بأن لا يكونوا مع الثلث المعطل لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية تدل على أن طريق الحوار التفاوض مع قوى الإطار التنسيقي وصل إلى طريق مغلق تماما رغم التواصل والاتصال خلال الأيام الماضية. وبيّن أن الصدر أدرك أن نواب الإطار التنسيقي لن يحضروا لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية، ولهذا من الصعب جدا عقد الجلسة وتمرير الرئيس الجديد. ولهذا لجأ الصدر إلى النواب المستقلين، خصوصا وهم يمتلكون ما يقارب 45 نائبا، وهذا العدد مع نواب التحالف الثلاثي قادر على عقد الجلسة بنصاب ثلثي أعضاء البرلمان وتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. وختم الخبير في الشأن السياسي قوله أن مواقف النواب المستقلين غير واضحة لغاية الآن، خصوصا أن بعض النواب لديهم توجهات قريبة من قبل بعض قوى الإطار التنسيقية، ولهذا ممكن جدا عدم حضور غالبية هؤلاء النواب ويتم إفشال الجلسة للمرة الثانية. الفتح يعلق على تغريدة الصدر. أكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن تغريدة الصدر ودعوته النواب المستقلين إلى حضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية له علاقة بمشروع الأغلبية السياسية. وقال الفتلاوي أن تغريدة الصدر الأخيرة تأتي في سياق التأكيد على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الذي يؤمن به الصدر، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي موجود ضمن هذا المشروع. وأضاف أن المشكلة الموجودة حاليا هي عدم تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستشكل الحكومة الجديدة ضمن برنامج حكومي. وتابع الفتلاوي أن الكتلة الأكبر ستكون داعمة للحكومة المقبلة وبرنامجها لكي تكون قادرة على تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
الإطار التنسيقي، رسالة الصدر تدل على عدم امتلاكه الأغلبية البرلمانية. علق الإطار التنسيقي على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي دعا فيها النواب المستقلين إلى المشاركة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية الجديدة، وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي إن تغريدة الصدر تدل وتؤكد على أن التحالف الثلاثي لا يملك الأغلبية البرلمانية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتؤكد أن حسم عقد الجلسة يكون من خلال مشاركة الإطار التنسيقي الذي يملك الثلث الضامن لنجاح هذه الجلسة. وبين الهلالي أن نجاح جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يكون من خلال مشاركة الإطار التنسيقي في الجلسة، فحتى مشاركة بعض النواب المستقلين لهذه الجلسة لن يكمل نصاب ثلثي أعضاء البرلمان. وأوضح أن حضور الإطار ما زال متوقفا على حصول اتفاق مع الكتلة الصدرية خلال اليومين المقبلين. حذر من الفراغ الدستوري، حزب برزاني يعلق على رسالة الصدر ويصفها بالوطنية. وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين بأنها وطنية، وقال شعبان إن محاولة تعطيل جلسة البرلمان تهدف لإدخال البلد في حالة الفراغ الدستوري وتخريب العملية السياسية، وأضاف أن الوضع يتطلب من النواب المستقلين الذين انتخبهم الشعب أن يحضروا لجلسات البرلمان لأن هذا واجبهم القانوني ويقولوا رأيهم بالتصويت مع أي جهة كانت. تفاصيل اجتماع قادة الإطار التنسيقي في منزل الحكيمة. كشف مصدر مطلع تفاصيل اجتماع قادة الإطار التنسيقي الذي عقد في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيمة، وقال المصدر أن قادة الإطار التنسيقي أكدوا على أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية والترحيب بأي مبادرة وطنية لحل الأزمة وإنهاء حالة الانسداد السياسي. وأضاف أنهم أكدوا أيضا أنهم يؤمنون بضرورة اشتراك الجميع في الاستحقاق السياسي وفق معايير الحفاظ على أصوات الناخبين وعدم مصادرتها، وعلى عدم استفراد طرف واحد بالأمر السياسي وعدم التزمت برأي واحد فقط. وتابع أن قادة الإطار شددوا على ضمان حق المكون الاجتماعي الأكبر وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر وهو الحق الدستوري الأول، وأهمية الإسراع بتشكيل الحكومة لوضع خارطتها الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي. أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء عن المباشرة بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر آذار. وذكر بيان للوزارة أن دائرة المحاسبة استأنفت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات للشهر الحالي، ودعت الوزارة بحسب البيان كافة وحدات الإنفاق التابعة للوزارات لمراجعة مقر الوزارة دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمدة لغرض البدء بإجراءات التمويل. الكشف عن اتفاق بين الصدر والنواب المستقلين ومفاجأة تخص عدد أعضاء التحالف الثلاثي. كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم اليوم الثلاثاء عن عدد الأعضاء الذين وصل له التحالف الثلاثي، وقال كريم إننا نتخوف من عدم عقد الجلسة والدخول حينها في حالة الفراغ الدستوري في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المقررة، الأمر الذي يفضي إلى أن يحل البرلمان نفسه. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد تطلب حل مجلس النواب في مدة أقصاها السادس من الشهر المقبل في حال لم يكتمل النصاب بثلثي البرلمان. وبين كريم أن تغريدة الصدر الأخيرة جاءت بعد اتفاق عدة نواب مستقلين في وقت سابق على الانضمام مع التحالف الثلاثي، ما دعا الصدر إلى إعلان هذا الأمر بشكل علني لتحميل المستقلين مسؤولية عدم الدخول إلى جلسة مجلس النواب المقبلة. ولفت إلى أن حضور المستقلين بشكل كامل مع التحالف الثلاثي قد يمكنهم من إتمام النصاب المضي بعقد الجلسة بغض النظر إن كانوا يريدون التصويت لريبر أحمد أو أي مرشح آخر، فالمهم هو عقد تلك الجلسة. نائب عن الإطار التنسيقي يبشر بانفراجة قريبة. كشف النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي عن وجود انفراجة سياسية قريبة، وقال الزيادي إن السيد الصدر وجه دعوة للنواب المستقلين وبالفعل استجاب لتلك الدعوة نواب حركة امتدادة، مضيفا أن أي دعوة سياسية لإنجاح المهام السياسية حق مشروع. وتابع الزيادي أن الساعات القليلة المقبلة سنشهد انفراجة سياسية وتوافقات.